أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا الزيارة لكريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام ولسيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأن يكون هذا الإمام الأخ وهذه الأخت شفعاء لنا ولكم في حوائج الدنيا والآخرة كل إنسان كل واحد منكم الله سبحانه وتعالى جعل له أمرين في داخله أحدهما القناعات الثاني الشهوات كل إنسان عنده شهوات شهوات جسدية شهوات نفسية شهوة الجنس شهوة الأكل شهوة الشخصية شهوة الظهور في نفس الوقت الله جعل في كل إنسان قناعات الحرامي في اللحظة اللي ديبوك عند قناعة بأن البوق مو زين لو اللحظة يرجع إلى نفسه يفكر لو يبوقوه زين ولا يقول ملا القناعة عند البوق مو زين هذا الذي يكذب قناعة أن الكذب مو زين هذا الذي يظلم الناس قناعته في قرارة نفس الظلم مو زين ولكن شهوته تدفعه إلى أن يظلم شهوته تدفعه إلى أن يكذب شهوته تدفعه إلى أن يبوك الإنسان الموفق في الحياة هو الذي يقدم قناعاته على شهواته والتايه بالحياة هو الذي يقدم شهواته على قناعاته وأحياناً تكون النسبة عالية أو دانية قليلة يعني كل واحد من الناس شقد بالمية يقدم قناعاته على شهواته 10% هذا 10% يوافق في الحياة 50% 50% يوافق في الحياة 100% 100% يوافق في الحياة وهذا يرجع إلى الإنسان نفسه هذا أمر صعب مو سهل ولكن يسهله شيء واحد وهو العزم الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما عند حديث مروي عنا حديث شريف مضمون الحديث يقول إنما هي عزمة يعني جنابك بحاجة إلى عزم بحاجة إلى تصميم عزمة قارين بالمتوسطة بالثانوية هاي التاء تاء المبالغة مثل كلمة العلامة للرجل يقولون العلامة هذا رجال ليش يجيبون تاء هذا التاء مو تاء التأنيث هذا تاء المبالغة يعني كلش هواية علام عزمة يعني عزم أكيد عزم شديد ياهو منكم عند عزم أكيد
على أن يقدم قناعات على شهواته، هذا يوفق، يسهل عليه، هسه بعد مو صعب عليه. القرآن الكريم يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، اللي عزم خلص بعد. إذا الإنسان ما عزم، ما صمم على أن يقدم قناعاته على شهواته، هذا صعب عليه وما يوفق. أما إذا عزم يوفق. أنتوا الآن في هذا المكان وفي هذه اللحظة، كل واحد منكم في قرارة نفسه بينه وبين الله، مو لازم هم تقولون الأحد، لأن النتيجة والفائدة ترجع لكم، كل واحد الفائدة ترجع له. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. كل واحد منكم هنا بينه وبين الله في قرارة نفسه يعزم على أن بالساوغات يقدم قناعاته على شهواته. الطبيب والمهندس والمدرس والأستاذ والطالب والكاسب والموظف في مسيرته في الحياة، في كل قول وكل فعل، لحظة خلال ثانية أو أقل أو أكثر يتأمل قناعته شنو؟ هذا اللي يريده، هذا اللي يشتهيه، هذا اللي يريد يسويه، هذا اللي يريد يقول له، يشتهي، يريد، مقتنع به هو يولا، لو غيره يقول إلي زين يولا، لو غيره يصنع هذا معه زين يولا، قناعته شنو هو؟ لحظة يتأمل شنو قناعته، يمشي على قناعته. الإنسان إذا عزم هكذا، الله سبحانه وتعالى وعد بأن يوفق هذا الإنسان ويوفق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.